معنا مشاهدينا الكرام لمزيد من المتابعة عبر الهاتف من محافظة واسط الناشط السياسي علي العزاوي. مرحبا بك علي. متظاهرو واسط إذن يتوجهون إلى ساحة الاعتصام في مدينة الكوت، حدثنا عن استجابة المتظاهرين لهذه الدعوة إلى الاعتصام في مدينة الكوت. حياك الله أخي، وحيا الله بكل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. وحياك الله. بالحقيقة متظاهري واسط منذ ليلة أمس بدأ التصعيد بالطرق السلمية ضد قرارات الذي والتسريبات الذي بينت ترشيح قصي سهيل منصب رئيس وزراء، وهي عملية انساخ للتجارب الأخرى، كانت التساق التجارب الأخرى على مدى 16 عام، وهذا ليس مطلب المتظاهرين. المتظاهرين طلعوا على إخلاء الوضع من كل وجه على 16 عام، عن طريق الطائفية، عن طريق الفتاة، بالتالي كان عملية استرجاز ترشيح قصي سهيل مما نطقت الساحات نيرانها بوجه هذه الكتل. خاصة في منذ ليلة أمس بدأ التصعيد بقطع الشرق، حرق الإطارات، تقطيع المحافظة عن محافظة بغداد والجنوب، شبه شلل تام في الحركة. كيف ترى الاستعدادات الأمنية من الحكومة لهذه الدعوة والاحتشادات وقطع الطرق؟ بالحقيقة القوات الأمنية متواجدة يعني على مقربة من المتظاهرين، لكن لا تدخل كونها يعني هي الاعتصامات في وسط هي سلمية منذ الأول. لم تعتدي على ممتلكات حكومية، لم تعتدي على ممتلكات خاصة، وكانت على مدى 59 يوم سلمية. إلا أن التصعيد هذا اللي صار اليوم أمس هو ردا على الخطوة الاستفزازية لدى الكتل السياسية، وبالتالي يعني شبه تعاون سلمي بين القوات الأمنية والمتظاهرين. نعم، يعني الهدف الرئيسي لقطع الطرق، المتظاهرون قطعوا بعض الطرق في أغلب مدن الوسط والجنوب، ما الهدف من هذا الإجراء؟ هل من معلومات عن ربما تأتي إمدادات أمنية من محافظات أخرى لقمع هذا النشاط؟ بالحقيقة الغرض من هذه القطوعات وهذا الأعمال هي فقط كتصعيد وورقة ضغط على الحكومة. خاصة الأسيمة اليوم احنا عندنا الخمسة العصرية جلسة مجلس النواب فيما يخص قانون الانتخابات، فبالتالي هي خطوة تصعيدية أو خطوة ضغط على الحكومة أن تتراجع عن ترشيح قصي سهيل، لأن ترشيح أي شخصية متكررة عليها اتهام فساد، عليها قضايا عنده قضاء، بالتالي عملية اتحاد سياسي تهجيج الشارع مو صالح أي طرف في الوقت الحاضر. ليس فقط قطع الطرق، أيضا متظاهر المثنى وغيرهم من المحافظات قطعوا الطريق أمام صهاريج النفط المتوجهة لمصفى سماوة. إلى أي مدى ترى أن إغلاق المصافي والطرق المؤدية إليها وكذا الميناء سيشكل يعني ورقة ضغط كبيرة على الكتل السياسية وصولا للاستجابة إلى مطالبكم؟ أخي الكريم، ما تمارسه الحكومة ضد المتظاهرين هي عبارة عن كسر إرادات، وبالتالي هذه الخطوة نحاول بها الضغط أو شل الحركة في الشارع، ليس فقط في ذي قال البصرة، حتى هنا في واسط قطع كل الطرق على الصهاريج الراحلة إلى مستودع الكوت النفطي، إلى مصافي الجنوب، كذلك في ذي قار أيضا الشركة الصينية التي تعمل في حق الغراب أيضا تم قطع الطريق، في البصرة، في ميسان، في النجف، هي كلها خطوات لشل حركة الحكومة، خاصة نفس ما نوهت سابقا أن حاليا من خمسة العصر اكو جلسة مجلس النواب، نحاول كل الاتجاهات نضغط على هاي الحكومة لعدم استنساخ اسم جديد طبعا سابقة. أخيرا، كيف ترى مشاركة الطلاب في بهذه القوة في الحراك الثوري؟ ثورة القمصان البيض والله ما يعرف عليها الطلاب، منذ يوم الأول يوم 25 كانت مشاركتهم مميزة، يعني أنا أتكلم هنا على الواسط، منذ يوم 25 الطلاب جامعات المدارس الإعدادية مستمرة بالتظاهر وبالعصيان، على الرغم من محاولات الترهيب والتقييع من وزارة التربية من النقابة من الدوام وعقوبات، ولكن لازم لا ما يبالون هكذا أمور، ومستمرين في واسط يوم أمس جامعة واسط الإعداديات الكل تجمع في ساحة الاحتجاج متضامن مع المعتصمين، ومستمرين بالاعتصام لغاية تحقيق آخر مطلب من مطالب المتظاهرين السلميين. شكرا جزيلا لك علي العزاوي الناشط السياسي، هاتفيا من واسط.